وبعودة ظاهرة اختطاف الأطفال للواجهة والتي عانت منها الأسر الجزائرية مرارا وتكرارا، يستوجب إجراءات مستعجلة للقضاء على الظاهرة الخطيرة والشاذة على ديننا ومجتمعنا، يقول الخبراء في تقرير نريمان قداش. تعاني الأسر الجزائرية منذ عدة سنوات كابوسا اسمه اختطاف الأطفال، حالات من الرعب نتيجة سلسلة الاختطافات التي طالت فلذات أكبادهم. هذه الظاهرة عادت وبقوة إلى واجهة الجرائم واكتسحت الشارع الجزائري مؤخرا، وكان أنيس وعماد الدين هما الضحية هذه المرة. أنا منش نرقد لا في الليل لا في النهار، مع الفجر نوض نجري عند الباب نقول بالك نلقاه برا بالك نلقاه مولي ما ردوا على وجه ربي وسامحوه سامحوه، يجيبوا برك يحطوا في اي بلاصه ويجيبوا برك. هذه الظاهره يعني عندها اثار سلبيه اللي خلات الاطفال، يعني نشاهدوا بزاف الاطفال هما اللي يختطفوا عندهم نفسيات سيئه وغير سليمه وتروح معاهم، يعني عندهم امراض نفسيه اللي تاثر عليهم ولا مستقبلهم. عودة هذه الظاهرة إلى الواجهة يستلزم مخططا طارئا من الدولة الجزائرية وحرصا أكبر من الأولياء على أبنائهم لتفادي تكرار مثل هذه المشاهد المحزنة وسط العائلات الجزائرية. أمام التصاعد والتراكم لهذه المشاكل أن نعجل في إصدار وتأسيس الإجراءات اللي جت في قانون العقوبات وفي قانون حماية الطفل وإشراك المجتمع المدني بما فيها العائلة الجزائرية والتكثيف من حملات تحسيسية والتوعوية، مش حتى نتشعل النار بعد نبدأ نديروا حملة. أكثر من 200 طفل مختطف سنويا، حصيلة ثقيلة تطرح أكثر من تساؤل عن هوية العصابات والمنظمات التي تدير مثل هذه العمليات لخدمة أغراض ومصالح تصب في وعاء الجريمة.